هسه ايش تختار؟ بوكان كرار نبيل اللي هو ارتكاز. ماذا جاء في مركز الارتكاز؟ سوى كرار جمعها من نوكيا. من هو النادي الأفضل من حيث التعاقدات والتحرك على اللاعبين لغاية الآن؟ بكل صراحة هاي ما بيها عنصرية مثلاً ولا تختار الجوية، من اللي تشوف حراكة وجذبة للاعبين أفضل؟ يعني نادي جماهيري؟ كيفك؟ حتى ذا مو جماهيري، بس هي العقود هسه والسوق الانتقالات محترقة على الجماهير. الصراحة أنا ما شايف والله العظيم، يعني أنا ما أتابع شيء قليل، يعني أنا بس أقول لك شو تابعت حقوقية للزوراء و تابعته احمد ابراهيم الاربيل. احمد ابراهيم الاربيل يعني انا اقول لك جاي وقاع جدد للطلبه اربيل، خطوه جاي يعني خطوتهم ممتازه، جاي يجيبون لاعبين، وثاني شيء الطلبه جاي يحافظون على اللاعبين مالتهم. شنو رايك بتوقيع حقوقيه للزوراء؟ شيء حلو، يعني لاعب بعد الشباب يوقع للزوراء، الله يوفقه ان شاء الله، لان تعرف الزوراء مو اسم سهل، الزوراء اسم كبير. فان شاء الله الله يوفقه للزوراء. المستطيل الأسود، بعد عندك مركز واحد تختاره. تختار لي؟ لا مو أنا، إذا اختارك اختارك صعب عادي. لا عوفنا من الصعب. في حلاوتها بالمفاجأة. يلا اختار حسين جبار. يمين؟ يمين. ماذا جاء في مركز جناح اليمين؟ ما هو الموقف الذي حصل بينك وبين الكابتن قحطان شثير واللاعب محمد داود اثناء الاتصال الهاتفي؟ اتذكر هذا الموقف، حاكي لي اياه. حاكي لك اياه. عيده. هاي اول ما جينا انا ومحمد داود، يعني جينا نفس الفتره للمنتخب ناشئين، تحياتنا كابتن قحطان هو استدعانا. فجينا اثنين واثنين كنا على درجه اولى. فما ندري اول مره نسافر. محمد وين كان في وقتها؟ محمد كان بالخطوط. يمكن بالخطوط. وانت كنت بالنجدة. تحياتنا لنادي النجدة. تحيات. يعني نادي النجدة هم صاحب فضل عليه. فالمهم اول مره نسافر انا ومحمد. فالمهم قلت له محمد اذا طب علي، ايش قال الكابتن؟ قال بالدعش كلكم نايمين وفاتحين باب من الغرفه. قلت له اوكي كابتن. فقلت له محمد بعد على غرفتي تقريبا ثلاث غرف، غرفتين. فقلت له محمد اذا طب لك كابتن قحطان بالبدايه تخابرني، اذا طب لي انا خابره. قال اوكي. المهم انا ما نمت، ما ادري الساعه بالدعش، قلت يجوز يجي 11 ونص ب 12، انا فاتح البلازما وبروح. فطب علي قال هاش عندك قاعد؟ قلت له كابتن بعد وقت ما يمنا، لا ساعه لا تليفون، كل شيء ما يمنا، شلون اشوف الوقت؟ زين. فقال لي نام، لا اشم لك من البلكون. قلت له اوكي. هو بس اد الباب انا اتصلت بمحمد ربك. لا غلطت، لا مزين ربك، مو تعرف احنا اللاعبين دائما نصنف على فلان. فخابرت محمد، قلت له محمد نام الكابتن جاي يفطر. طلع يا شال التليفون علي قحطان، كابتن قحطان. قال لي يلا اوكي راح ننام. ولا خمس دقائق حسك الدبر الباب عليه. والله قلت له انا من البدايه كابتن قحطان يقول لهم كل شيء ولا محمد. الفقير يسميك يقول ما شفت واحد بدي مثله. بعدين قال هاي انت ايش سويت؟ اللاعبين شو يسوون؟